السلام عليكم ورحمة الله. تنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم حتى خير إن شاء الله. اليوم إن شاء الله عندنا الحوت، عندي تقريبا نص كيلو ديال الحوت على حساب أفراد العائلة اللي عندكم. وعندي هنا نص حامضة، وعندي هنا العطرية، هذه عطرية ديال الحوت اللي هو كنور ديال الحوت، بحال كنور ديال البقري ولا ديال الدجاج ولا هذا ديال الحوت تيتباع هكايا. أنا درتو هنايا اللي هو هذا معلقة ديال كنور ديال الحوت، واحد شوية ديال البازيليك، شوية ديال المعدنوس كارم، شوية ديال هذا القزبر، شويه التحميره ماشي التحميره الملحه عفوا، وشويه البزار. تنخليو الحوت في الذوق ديالو باش نذوقوا الحوت، ما نديروش التحميره والخرقوم وداك العطور، هذا نخليوه باش ناكلو الحوت ونستافدو من الذوق ديال الحوت. غنديروه في الفران، وعندنا معلقه ديال زيت الزيتون. انا غادي نديرهم بهذه الطريقه، غادي نخلط شرمولتي غير هنايا، معلقه ديال زيت الزيتون غنديروه في الفران، تيجي صحي وتيجي زوين. ونخلطوا هذا الشيء، نخلطوا المكونات ونرجع معاكم. بعد ما خلطناهم غنصفوهم هكا في اللاطه ديال الفران، نديرهم يتشواو وغنرافقهم بواحد السلطه اللي بغيتونا. غنديرهم اليوم بالشلاده مع لي بات، ممكن نديرو شلاده دراوز، الشلاده اللي تنبغيو اللي تنفضلو. اليوم توفر عندي لي بات، غندير ان شاء الله بلي بات ونديرو لهم هكايا صافي. وتندخلوهم للفران، وندخل هذا الفران على درجه عاليه حتى يطيب، نحضيه حتى يطيب يتقرمل لينا ونجبدوه، ونرجع ندير الشلاده ان شاء الله ديال لي بات. بعد ما وجدت الشلاده ديالي اللي ما فيهاش شي مكونات اللي هما ولا شي حاجه لهنا، غير الشلاده هذه تتكون ورق الخص، هذا اللي شديت واحد الطوماط سوري، الزيتونه، شويه ديال السوريمي تيكون هكا، غير زعما داكشي اللي عندنا. ممكن لي بات اللي هكايا غير سلقتها ودرت فيها شويه زيت الزيتون، البزار كاع ما درتوش، ممكن دير شويه البزار، شويه المايونيز، ديروا اللي بغيتوا. انا ما درت والو، خليتها ناتور، درت شويه المعدنوس من الفوق وزيت الزيتون ودرتها بهذا الشكل. والحوت اللي ها هو طاب بعد ما خرجته من الفران، شوفوا كيف تيجي، تيجي زوين، تيجي رائع. وهكا تذوقوا الحوت ديالكم، راه طايب وجا زوين، ما تهزش ليا كامل. ها هو بعد ما وجدته مع الشلاده، تيجي زوين، تيجي رائع وصحي. واللي داير ريجيم واللي ما دايرش الريجيم تيبغي ياكل هكا التغذيه السليمه، هي هذه تجي زوينه وتجي رائعه. ممكن تاكلوه مع اللي تيبغي الخبز، ممكن تاكلوه غير هكا بالفرشاطه. تنتمنى من الله تنكون تنفيدكم، وتنتمنى من الله نكون خفيفه على قلوبكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.